في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة. في اطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي. تفقد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه معرض البحوث الفنيه للقوات المسلحه للوقوف على الحاله الفنيه للمنظومه البحثيه داخل اروقه القوات المسلحه، واستمع رئيس اركان حرب القوات المسلحه خلال الجوله الى عرض تقديمي عن احدث الانظمه البحثيه في كافه المجالات، والتي من شانها تقديم الدعم لكافه الاسلحه التخصصيه بالقوات المسلحه. وناقش عددا من القائمين على الابحاث المتطوره التي تم تنفيذها، مشيدا بالجهد المبذول في البحوث واهميتها للحفاظ على جاهزيه واستقرار القوات المسلحه، وما لمسه من الباحثين من فهم واع وادراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها. وفي نهايه الجوله نقل رئيس اركان حرب القوات المسلحه تحيات وتقدير السيد الفريق اول محمد زكي. القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي للقائمين على البحوث واكد حرص القوات المسلحه على الوصول الى اعلى المعايير العلميه في ذلك المجال مشيرا الى الجديه والقيمه المكتسبه من البحوث الذي تم تنفيذها على مدار العام البحثي حضر الجوله التفقديه عدد من قاده القوات المسلحه